بعد أسابيع من الهدوء الذي شهدته جبهة المفاليس، عودت ميليشيا الحوثي وصالح هجماتها على قرى المواطنين ومواقع الجيش والمقاومة في المناطق الجنوبية من مديرية حيفان بريف محافظة تعز. في اليومين الماضيين شهدت المنطقة هجمات من عناصر الجماعة الانقلابية في الأطراف الشمالية لمنطقة المفاليس، سيما قرى النجيد والهجمة التي طالها عدد من قذائف الميليشيا. قصف الميليشيا تزامن مع هجوم مكثف على موقع للمقاومة في قرية الهجمة، إلا أن المقاومة الشعبية تمكنت من إحباط الهجوم وإجبار عناصر الميليشيا على التراجع والفرار. مصادر ميدانية أكدت لقناة بلقيس أن المقاومة الشعبية تمكنت في وادي خولة من أسر 3 من عناصر الميليشيا كانوا على متن سيارة في جولة استطلاعية، الأمر الذي أثار حفيظة الميليشيا التي سرعان ما ردت بقصفها العنيف على قرى المنطقة.